دات الهضره تجينا عليها برا، تخدم تروح تمشي كما تبغي، تليفون على العمله في ذاته، خطره خطره يحكموها يشوفوها مع واحد يشوفوها مع واحد. تعبت وانا الهضره انا تقدر ما نديرش لا ما نقول، ممكن كاين مشكل بين دارنا وبينها. بصح باباها اللي قال لك في الحبس هذا، ايه باباها جاني قال لي راه دير الدي جي في الليل. قال لي انا ما نقبلش كيما، قال لي انا نعطيها دعوه الشر. صح قبل ما نولي الهضره باباها قلت بلي كانت اونسانت كي دخلت انت للحبس. صح نهار جات لك قالت لك يا حميده راني حابه نخدم، واش قالت لك حنخدم؟ قبلها والو، قبلها زاد عندي المزيود، جاتني جابتو لي، سميتو هنا في الحبس سميتو العيد عبد الفتاح الوالد. ومن بعد ما قالتليش راح نخدم، جاتني هي ويماها قالت لي باقي، قالت لي حابه نديروا الدار بحال تخرج الدار باسمك ولا باسمها. قلت لها معليش انا، قلت لها الا دير الدار باسمك المهم تصبر. قلت لي كل وشرب ما تحوس هي وما هي ويمها. قلت لي ما تحوش، قلت لي روح مثلا تخرج الدار وولادك نشدهم لك. ومن بعد باروار الزوج زياره زوجاتني هي وخويا ويمها. قلت لي ها اخوك ويمك شهود امام ربي، تخرج تلقاني انا ولادي وما تخممش كما انت ما خليتنيش، انا ما خليك 60 سنه نقعد نتسناك. هنا ما فتحتش لا موضوع الطلاق، ما فتحت والو، خلاص تما تهنيت انا. شحال كان عندك حبس؟ كان عندي 3 شهور. ايام بعد دومونديت باش نروح من الحبس هذا صغير كما نقول، حوس نروح الحبس كبير 10 سنوات ياسر. كنت في الحبس في غردايا هنا في الميزون داري، رحت للمنيعة للسونترال. حولوك ها؟ حولوني للسونترال، دومونديت هنا باش نروح ردوني للسونترال. ضربت عامين جاني سلام عند واحد البريه قال لي نشت المدام تاعك تخدم حدايا في المحكمة الإدارية. عامين ما جاتكش؟ عامين كانت تجيني هي، بصح ما كانش تقول لي بلي راني خدامة. هيا جاني خويا الكبير يخدم في الكازورال، جاني قال لي راه الزوجه تاعك هي تخدم. انا قلت له على بالي فام دي ميناج. قلت له معليش جيت قلت لها علاه ما قلتليش بحال خدمي نور. قالت لي ما خليتليش. قلت لها خليت لك الدراهم 120 مليون هذيك الكروسه كلاسيك واش راح نزيدك، ما راك تعرفي حالتي. قالت لي ما خليتليش الملاير. جاتني هي عاود الباروار زوجتني هي وباباها، قالت لي روح نخدم. فتحوا انا اسمح لي نوقفك، يعني قبل ما تدخل الحبس خليت لها السياره كليو وخليت لها 120 مليون. كي جات لك بالوار قالت لك ما خليتيش الملاير. الملاير قالت لي ما خليتش المرأة. قلت لك الروس اعطيها لباباك يعود يجيبك مزياره عندي ويروح، والدراهم راك تصرفي منها. قالت لي الدراهم، قالت لي عطيتها لداركم نصها، عطيتها لداركم باش يديروا لك محامي ويديروا لك. قلت لها بصح في الاول قولي لي باش نعود على بالي. قالت لي باقيتش نقول لك، قالت لي باش نعودش المشاكل. قلت لها صح. قلت لها المهم علاش خدمي، بصح كوني مراه بيني لي باللي مراه ارفعي لي راسي باش نضرب بك المثل مع الناس اللي معايا كاين ياس اللي مطلقين. قلت باش نضرب بك المثل، نعود انا قدوه ممكن جابها لي ربي هذه سبب باش نعرفك، نعرف مرتي كي دايره. نحوس تصبري معايا انا كيما بغيتك بقيني، كاين كيما نعرفكش في الضيق كيما هكذا قلت راح نعرفك، كيما نعرفكش في الضيق كيما هكذا قلت راح نعرفك. قالت لي خلاص روح مثلا.